انت بفكر. ندرونا انت خريجه ايه؟ فنون مسرحيه. تعرفي تقلدي مينا؟ لا 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 سقفونا بقى سقفونا لا هقلده ادي اول اختبار. بقول لك ايه لو سمحت يا استاذ ما تبوظليش البرنامج. هي بتقلدني هي بتقلدني حلو. انا بقلده حلو يعني الفكره ان هي بتقلدني حلو. يلا كاميرتك يلا. يبقى متعصب مني جدا وفجاه بنتكلم وبنتناقش وانا بتناقش معاك كده وهو انا مش عايز اتكلم. قلت كده بصراحه انا بس على فكره طلعت ممثله شاطره. ايوه دي حقيقه جدا في نيرف. طب بقول لك ايه يا ماو؟ انا ادعي ان ما حدش يعرف يقلدني. هي بتقلدني والله حلو. انا بعمل كده فعلا. او ما اعرفش اقلدها. اراضي اراضي تعرفت انا عايز اقول لك ايه؟ ما اعرفش اقلدها. لا ولما يبقى مبسوط لما يبقى مبسوط مثلا ابقى بهبل. خلاص يا خلاص بقى بهبل وانا مبسوط. طب لو سمحت قلدها مش هعرف. لا لا ازاي مش هتعرف؟ دي صوره قدامك 24 ساعه. انت ايه ده؟ ده انت بروفيشنال يعني. بص 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 لما اعمل مصيبه مثلا انا بقى انا بقى ايه بحب. انا راجل ما احبش حد يمسك عليا حاجه. لما اعمل مصيبه اروح اعترف لها. هي ما تقلبش ورايا وتلاقي صد منجم. فبس فادخل مثلا اقول لها دودو. فهي دودو بتبقى كده وانا بحكي. فهي تلاقي ده بيترفع وتلاقي بتقبل. لا تقول لك لا استنى استنى هو مين اللي شال الشبشب من تحت الكبير؟ ايوه لا يعني ازمه يا رب ترسي على شبشب. انا لقيتها بلاقيها بترفع حاجب وبتقبل. انا بقلق فاهم بالدماغ مره واحده الاقي فاهم دم نازل. بس لا انا مش بعرف اقلدها. بس استنى بس عشان ايه ندي كل واحد حق. زي ما بقول ان هي مش عارف بتعمل ايه وبتعمل ايه وبتعمل ايه. لا للامانه يعني ربنا يبارك لي فيها. فيها ميزه انا ما شفتهاش في 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 بنت قبل كده يعني. والا كنت ارتبطت. فاهم الفكره؟ استنى 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 ايه ايه القلوب اللي بتطير فوق دماغك؟ ايوه استنى بقى استنى بقى عشان الحته دي. قول كلمه حلوه فيا. بص بص يا حبيبي بص بص عشان انا اساسا بتكسف وبتاع. فخلينا نعدي الجمله دي على خير. لا نعدي كل واحد حقه بصراحه. دودو فيها ميزه ان مثلا لما اقول لها مدري انا فعلا مش بحب كده. بص انا لو قلت لك الجمله دي او انت قلت لي الجمله دي الرد التلقائي هو انا كده. انا ده طبيعي. انا ده وبطريقه حلوه مش طريقه وحشه. انا ده طبيعي. انا متربي على كده وانا صغير. انا دي طريقتي. لا مدرونا مفيش المردات دي يعني. الامانه تقول لك طيب ماشي يعني هحاول ما اعملش كده ويلا نشتغل على ده. والعكس صحيح يعني. هو للامانه انا وهي شغالين على العلاقه دي. دي الست اللي بتستثمر في العلاقه وعايزه تكمل. دي وانا بقى لو وهي دي الست المصريه اللي انا بحترمها جدا. دي حقيقه. ولو عايز توثق حاجه وثق بقى دي. اوه يعني لو عايز توثق وثق دي.